عزيزي الوزير السيد سامح، إنه شرف عظيم لي أن أتواجد معكم في مقر وزارة الخارجية بمصر وأن أتقابل مع حضرتك بصفتي الرسمية، وأود أن أشكرك على المستوى الممتاز للتعاون، وأنني أقدر بشكل خاص موقفك في إعداد الاجتماع مع السيد الرئيس. لقد عقدنا مباحثات مطولة مع الرئيس السيسي وفخامته، دائما له وجهات نظر بناءة في كل الموضوعات، وفي الواقع أننا حاولنا أن نبذل المزيد. ومؤخرا مصر كان لديها العديد من الأمور المشتركة مع اليونان، مما ينبئ ويجعلنا متفائلين بمستقبل مشترك بين البلدين. شكرا صديقي الوزير، وأن هناك أعمدة للاستقرار في هذا الإقليم، في إقليمنا المتقلب. لدينا فهم مشترك، وأننا كذلك تناولنا التحديات المشتركة. وكما ذكر فإن لدينا أن قبرص تمثل لنا تحالفا ثلاثي للبلدان الثلاثة، وهو تحالف قوي. بالنسبة للربط الكهربائي الذي أشرت إليه السيد الوزير بين مصر واليونان، فقد وافقت عليه المفوضية الأوروبية، وهي تشير إلى العلاقات بين البلدين والدولتين، بالإضافة إلى مزيد من التعاون في العديد من المجالات، التجارة والثقافة والسياحة. وبالطبع فإننا سوف نواصل دعم الروابط بين مصر والاتحاد الأوروبي. كان لدي الفرصة أن أرحب الوزير شكري يوم الاثنين في بروكسل في مجلس الجمعية، باعتبارنا من أقدم البلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتواجدي هنا خاص بالموقف في الشرق الأوسط. كلانا حاولنا نعمل على تعزيز الدعم السلام والاستقرار في المنطقة، فإننا نعرف أن الموقف هش للغاية، ونحن بحاجة إلى التصرف سريعا، وأننا نشعر بالقلق إزاء الموقف الذي ينذر بالخطر في غزة، وكذلك احتمالية انتشار هذا الصراع في البحر الأحمر ولبنان. وبالنسبة للبحر الأحمر على وجه الخصوص، أود أنني أريد أن اليونان تهتم بهذا الأمر، ومصر تسيطر بشكل استراتيجي الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. لدينا مصالح مشتركة من أجل فرض الاستقرار في الإقليم على النطاق الأوسع، وبالنسبة لأن مصر كحليف استراتيجي في المنطقة العربية، في أننا كذلك كل الأطراف المشاركة في الموقف الحالي، فإننا نبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد، وكذلك إيجاد حل لهذه المشكلة الحادة وهذه الاضطرابات في المنطقة. وناقشت هذا الأمر مع كل الأطراف، وأنا على اتصال دائم ومستمر مع الوزير الشكري، وأننا نثني على مبادرات مصر لإيجاد حلول واقتراح خطة مرنة ومستدامة لحل الأزمة الإنسانية، وإعداد موقف مستدام ما بعد الحرب، وكذلك الموقف في غزة. وكذلك أن هناك حاجة إلى عمل سريع من أجل المنشآت في تحسين المنشآت في غزة، وهذا أيضا سيتم في المستقبل. بالأمس فيما يخص الاتفاق الخاص بإدخال المزيد من الأدوية والمساعدات الإنسانية لغزة، هي خطوة أولى جيدة ولكنها ليست كافية. نحن بحاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الفورية لتسليم السلع، وكذلك كل المرافق الأساسية للسكان غزة. وكما ذكر السيد الوزير، لابد وأن نكتب
يكفل عدم نزوح أي أو أي نزوح للسكان، وأن يجب أن يعود أهل غزة إلى أرضهم ويعيشون في رخاء وسلام دون أي إرهاب أو ترويع بالنسبة لهم. وأننا سوف نعمل معا نحو هذا الاتجاه وهو حل الدولتين. سيدي الوزير، عزيزي الوزير سامي، في ظل الموقف أو حالة عدم اليقين حاليا، أن التعاون الاقتصادي والسياسي مع النمو وتعزيز السلام والرخاء هو بين علاقات بين دولين هو مثال يحتذى به لدول أخرى. شكرا جزيلا، وأتطلع إلى مزيد من التعاون. Thank you.